كما أن على الصائم أن يحافظ على فرائض الله، على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة، لأن بعض الناس ينام، يقول أنا صائم وينام، تمر عليه الصلوات في النهار ولا يصلي، إلا إذا استيقظ آخر النهار توضأ وصلاها لا تقبل، لأنه أخرجها عن وقتها بغير عذر شرعي، لأنه تعمد النوم. أما لو غلبه النوم وليس من عادته أنه ينام لكن غلبه النوم فهذا معذور، لكن إذا كان هو خطط هذا، جعل برنامج النوم في النهار وجعل السهر في الليل كما عليه الكثير الآن، فهذا لا صلاة له وإن صلى، لأنه تعمد إخراج الصلاة عن وقتها. وكيف يصومه ولا يصلي؟ الصلاة آكد من الصيام، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأما الصيام فهو الركن الرابع من أركان الإسلام. فليحافظ المسلم على صلواته، والذين هم على صلواتهم يحافظون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلوات أهم من الصيام، ليحافظ عليها في مواقيتها مع الجماعة، وأما النوم فيجعله في الفترات التي بين الصلوات، وعليه أن يتقي الله في ذلك، وأن يهتم بدينه وبصيامه وبصلاته حتى يكون صيامه صحيحاً نافعاً، ولا يكون مجرد عطش وجوع من غير فائدة. اتقوا الله عباد الله.